شوية خليني وردة بعد معروفة شوية. أنا. برضه انت معروفة حسيل ومعروف ومعروفة برشا برشا. وبرشا جو وبرشا امبيونس توا فما في الاستديو، ما شاء الله الناس كل مشرفينا فرحانين في كمال وبالمهرجان هذا اللي في دورة الأولى باش يصير كي نهار 3 و4 ديسمبر 2016. الفيلم المهرجان هو مهرجان بانوراما الفيلم القصير. بلال قلت لي انت نحب ندخل نسال بعضكم شويه اسئله في كمال، عجبتك ليدي نتاع المهرجان معناها؟ عجبتني برشا حكايه ليدي هذه، وهو سي كمال حسيته معناها في اقواله ما يحبش يسمعونا احنا يصرح برشا، ما حبش كنا اسامي مخرجين، ما حبش نسير الاكس لولاكس على الاخر ريلاكس دونك ما ريلاكس حلاه موفيز على خاطر لسه كي ما حبوش ما حبوش هي اللجنه التحكيم تكون نفسها هي اللي اختلفت الافلام يعني اللي تعرضت في هما المخرجين اللي بيشحوا ولا اللي باش تكون الهيئه الموجوده نتاع التحكيم هي نفسها اللي اختارت الافلام اللي باش تكون موجوده في المهرجان؟ لا هي فما هي موجوده فما هي مش موجوده. باهي قداش من فيلم هو هذيك كمان؟ 12 فيلم 12 فيلم 12 فيلم كنا كنا 10 افلام بسيط و 6 افلام اسبانيا وتوانسه ممثلين معروفين ولا؟ كلهم هويت كلهم هويت معناتها المهرجان هو بازي شغل الهويت معناها مش فماش ناس اوفيسيون مش تاع محتوى معناتها مخرجين هويت مخرجين هويت اي مخرجين ما حتقول على سامي مخرجين لا يا بلال هو كي يحكي يكون في الناس التحكيم نحكي المخرجين اي ذوكم اي المخرجين اللي يشاركوا هما هويت المخرجين تاع لجنه التحكيم نحكي لك هويت زاد ولا معروفين؟ ولا معروفين معروفين لجنه التحكيم معروفين اما المخرجين هويت اللي مش اللي مش تعطيهم عاطف بن حسين؟ لا ولد التايب بس جميل الدخلين فما افلام افلام هويت ما مخرجين هويت شو اي خلي 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 بلال على راحته ما يحبش قلنا تو نكتشفوا احنا اش مازال عليه المهرجان معناه الجمعه نمشي ديريكتومون للسبونسورينغ يحب يحكي ومن قبيله يحب يحكي على السبونسورينغ انت تحب تسالوا على السبونسور والسبونسورينغ تفضل انت مالا لانسيها اي تحب نتعدي وتقول سبونسر انا ما دابا ما نحكيوش على سبونسر على سبونسر عندك انت معناها مشكله مع سبونسر لا فما راديو سيس هي بارتنير معنا اي راديو سيس بارتنير احنا ما في المهرجان هذا دونك انت قبيله حسيناك اللي هكا السبونسر ما فماش دعم ما فماش شكون معاكم ما فماش شكون وقف معاكم ما فماش شكون عاونكم ايه فماش دعم ما فماش شكون واقف معنا قدمت برشا مطالب قدمت برشا مطالب بربي نحب قالوا لي مسير بكري قالوا لي مسير بكري حدد بشكون المطالب تم تقديمها معناها إذاعة خاصة ما نشوفش نقولها باش تدعمك إذاعة خاصة حبيت أنت أنك أنك تعمل سبونسورينغ إي قلت لها باش يعني هي متعودة الإذاعة الخاصة هذه أنها تعمل تعمل سبونسور قلت لها بعث لي تسجيل سبونسورين وبعد احنا نجيبوا لك بعد كلموني قبل المسيل بكري قبل المسيل بكري ما شافونيش كمان لا معنوي لا ماديا معناتها بالحق ماديا انا حسب حتى بالكلام ما عملتش معناتها يقولوا لها صبروك تو نعطيوك ولا لا لا ما خلوليش ما قول معناتها هذه تسمى لا معنوي لا ماديا انا حاس انا على خاطر على خاطر قلت حاس سبونسور باش نحط على فيس تاعنا نحط على فيس تاعنا نحط عندنا مستشارين سبونسور ومبارتنير الى غير ذلك معناتها فهمتني اما الحمد لله اللي رات في السويس عاونتنا وعاونتنا مبارتنير معنا وكل شيء معناتها معناتها حتى قناتهم عاونت حتى هذيك كان راديو سيس راديو سيس لا وسط في التلسة ما قيتش قيت كي راديو سيس كنت قبيل اعلنت قلت لي المهرجان باش يصير في بعضها كارمن اللي هو معناه موجود في تونس في تونس في مدينة تاع تونس سي سيغ ما كانش معناه عندكم مصاريف عندكم باش خلصتوا بعد كريز السنة تاع البلاصة الكل والا كان زاد هي هدية زاد يعني باهي والعروض اللي باش تصير والكل من كيفاش باش تكون الحكاية؟ العرض في سبتة مع سبتين مع من ثلاثة من ثلاثة تقريبا حتى ستة لا ما صار هذاك خلينا من البرنامج اللي نحكيو عليه نتاع الأوقات ونتاع الأيامات والأفلام أنت جست احنا السبونسور معناها المكان الفضاء خذيتوه هدية والبارتنريا عندكم معناها إعلاميا معنا احنا
وما عندكم شنو دعم اخر كيما قلت لك العرض معناها لي زيكرون ولا حكيت لي كل كيفاش باش تكون عند الفضاء عند الفضاء زاد هو هم هم كل شيء معناها دعم كان يقول هنا دعم معنوي انت قبيله سالته بليل هنا دعم معنوي انه فما ناس تحب تنجح معناها مناسبات كيما هكايا وفما ناس تحب تدعم الشباب وتحب تموتيفيهم وتحبهم يقدموا ما حاولتش انك تكون معناها عندك دعم من وزارة الثقافة ولا تقدم بوسيلة وزارة الثقافة لا ما قدمتش على خاطر تقدم ما قلتش انه فما امكانية والا ما فماش امكانية كنت قدم دولي باش يطولوها اكثر باش يطولوها اكثر وقت انت نجزت وزربت معناتها حبيت على الوقت واحد قديش تروح الافلام الوقت بتاعهم قديش تروح افلام لا اللي كنت لازم تعملهم بين تفضل 20 دقيقه 20 دقيقه يعني اطول عرض باش يكون موجود في المهرجان هذه الافلام هذوما كما قلنا 10 افلام توانسه فيلم من الجزائر وفيلم من بلجيكا دونك باش يكونوا نهار 3 و 4 ديسمبر في فضاء كارمن في سنتر فيل دونك نعملوا هكا احنا النداء نتاعنا من هوني للمستمعين كونوا ماذا بهم يحضروا بكثافه ونحن باش نمشيو يعني بقدره ربي باش نحضروا وباش نغطيوا الحدث هذايا وباش نتبعوا الشباب باش نحاولوا ندعموا الشباب زاد احنا حتى بالاعلام انا كيفاش تعرف انت حاب تشوف الفيسبوك زاد الفيديوهات كي والله بالحق نتفرج فيهم تقام 20 دقيقه وكل شيء ينسوا مش نورمال تتعلم منهم برشا حاجات تقام فيديو صغيره وكي تتفرج فيها والله تتعلم منها برشا حاجات تتعلم منها برشا ميساجات برشا ميساجات تحفونين برشا وانا نتاكد ونقول بالحق مشيو تفرجوا وحتى كان في على الفيسبوك تعرفكم فيديو ما تحكوهوش حلو تفرج الفيسبوك ولا سوبر معناها ماهوش خصائص بالحق سيبورد مهم على الاخر وبرشا ناس تتشهر وقاعدة تتعرف اترافيغ الفيسبوك كمان تحب كل حاجة تحب كل حاجة اللي بما انه تعدينا على اي قرطاس سينمائي اي تدوش تدخل في اي قرطاس مسرحية علاش من تونس بتعملش تدورات اخرى تنفير غير ذلك قلنا علاش ليه خمامة تفاعل كمال وناس بعثنا قاعدين يسألوا صباح النور يسرى وين وقتاش باش يصير العرض هذا كيما كنت نقول لكم العرض هذا باش المهرجان هذا باش يكون نهار 3 و 4 ديسمبر في فضاء كارمن كل يوم العشية أبختيغ من ماضي 3 من ماضي 3 ل 6 من ماضي 3 ل 6 كل يوم يتم عرض قداش من فيلم؟ عرض ورا بعض يعني اللي يحب باش يدخل على الباج باش تعطينا اسم باج الفيسبوك بانوراما سينيكور بانوراما سينيكور ولا تشوفوا البروجرام عقدتوه معنا بيوسيس بانوراما سينيكور وإحنا تو معنا الباج فيسبوك بانوراما سينيكور نجم تشوفوا البرنامج بتاع المهرجان هذين 3-4 ديسمبر كل يوم من ماضي 3 مثال عشية تتفرجوا في الأفلام كور ميتراج وإلا دي دوك تتفرجوا فيهم ما بين معناها دقيقة و 20 دقيقة ديورين تاع نصفر حتى 20 دقيقة ديورين تاع الأفلام سي كامل سامحني بالتيكي وقداش لا مجانا مجانا زاد والله ماشي يعني تمشيو ماشي أنا ماشي يعني احنا بطبيعتنا وقتها باش نكونوا موجودين في السونتر فيل مع راديو أمل إن شاء الله فما تظاهرة زادة موجودة في السونتر فيل في النهارين هذوكم ما بلاصه هي ريتا باش تعبها برشا عندنا في تونس وقتها راديو الامل عامل ايفينمون والميس تونس عاملين ايفينمون زاد غادي الواحد وعندنا زاد سي كمال وباش تربح وزاد عندنا فما برشا اخرين برشا جو برشا امبيونس برشا جو انا مش سي كمال تتفرج غادي فما ديكور كيما كنت تقول بليل سيريوزمون كيما كنت تقول ديكور ميتراج باش نتفرجوا فيهم فما كيما قلت انت قبيله دي فيديو يتعدوا على فيسبوك ساعات يعديك ميساج اللي انت ما تتوقعوش على بالك ويقعدوا مترسخ لك في بالك دونك نعاود نذكر تنجموا تلقاو البرنامج نتاع مهرجان البانوراما ذا الفيلم القصير على الباج بتاعنا الباج فيسبوك راديو سيس تونس والا على بانوراما سينيكور ولا بانوراما الفيلم القصير بانوراما الفيلم القصير بالعربي دونك نخلي لك سي كمال كلمه الختام كان عندك ما تقول ولا عندك ما تستنى تحكي في المهرجان هناك في الافتتاح وفي الاختتام عرض الموسيقى في التظاهرة في الإيفينمون باش نعملو الديبا بريزونتاسيون معناتها مع مخرجين وبعد باش يكونو فما ديبا بعد العرس تعرفين شكل فيلم وإلى إن شاء الله الناس يجيو بالكثافة وعارفين احنا فوالا نعملو احنا أبل لعبة كيما قلنا يرجعوا للباج فيسبوك اللي قلنا عليهم ونجمو يلقاو البرنامج ولا أوقات وأنت كيما قلت معناها مشانا نقول مشانا
شوف ميكلا يشيك من ميكلا يحبوا بليل نحن موكلا كلكم بالسيفين بالهركمة وكل شيء وتحبوا بالواحد التحدي اليوم شوية عملنا الهركمة تاو ما وصلت تقولي تقول له بليش كلك برسمك زي طيب شوية احنا كيك عجيب لنا ميك بليش وزيب لنا ميك بليش كل دي سباريك اسف وقتها دونك هدايا كانت اليوم الغبغيك متاع الانفيتي نتاعنا حكينا فيها على المهرجان اللي هو تظاهرة مزيانة برشا وتشجع برشا الشباب وان شاء الله نلقاو برشا عباد يعملوا كيف كنتي هكايا يا سي كمال